تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس من حجز حوالي طنين من مخدر الشيرة وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه جرى توقيفه بمدينة العيون قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الموجزة في هذه القضية عن تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بمنطقة صحراوية تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة سمارة. وقد مكنت عمليات التفتيش من العثور على 56 رزمة من مخدر الشيرة مطمورة تحت الرمال والتي بلغ مجموع وزنها حوالي طنين من المخدرات. كما تم حجز مركبتين اشتبهوا في تسخيرها لأغراض مرتبطة بتهريب المخدرات. وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.